حقيقة الاتهام الموجه للعراقية هو اتهام باطل وغير صحيح وغير دقيق، ويعكس إفلاس سياسي لمن وجه هذا الاتهام للعراقية. العراقية معروفة بأنه هي تخطت الطائفية، وفي حقيقة أمرها أصبحت تمثل أمل العراقيين في خروج العراق من الأزمة الراهنة التي يعيش بها هذا البلد الكريم بعد تضحيات هائلة قدمها الشعب العراقي لكي يصل إلى العملية السياسية الناجزة التي تضم كل العراقيين. هذا الاتهام الإناء ينضح بما فيه، يعكس حقيقة من يردد أن العراقية هي تمثل رمزا للطائفية. العراقية تمثل بالضبط من هذا الأمر، وهي ترفض الجهوية والطائفية السياسية، وهي تنتمي إلى هذا البلد. لكن هذا التصريح بالإضافة إلى أنه يعكس إفلاس سياسي، بعين الوقت يعكس أن هناك نوايا مبيتة لاستهداف العراقية نتيجة هذا الإفلاس، لكن العراقية موحدة والحمد لله وقادرة على المضي قدما لتمثيل الشعب العراقي وتحقيق الأهداف السامية لهذا الشعب بالطرق السلمية والطرق الدستورية.